أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام مشاهدي وكالة جي ميديا في هذه النافذة المباشرة نطل عليكم من خلالها من أحد أسواق مدينة بيت لحم بالتحديد وسط المدينة لنرصد وإياكم أول أيام شهر رمضان المبارك وأجواء الشهر الفضيل في اليوم الأول لهذا الشهر في مدينة بيت لحم لنتحدث عن الواقع الاقتصادي وأيضا الحركة التجارية وحركة البيع والشراء في هذا اليوم. هناك حركة نشطة كما نلحظ ونتابع في هذه الأثناء في أول أيام الشهر الفضيل، الباعة يعرضون منتجاتهم في الأسواق لبيعها من قبل المواطنين والمشترين. لدينا أحد الباعة هنا، يعطيك العافية، كل عام بخير. كيف شايف الحركة التجارية اليوم في السوق؟ ما في حركة تجارية بالمرة قطعيا، يعني السوق رايق على آخر، لأنه أول شيء الوضع الاقتصادي صفر. الحاجة الثانية بسبب كورونا ما حدش بيطلع والناس صايمة، يعني تطلع شو تساوي، والوضع ما ساوي بدونها، رواتب فيش، مصاري ما فيش، روحة وجينا للناس بطلت زي أول، صارت الناس محصورة في عائلة محدودة، وهذا الوضع اللي موجود اليوم. يعني خلال متابعتك ووجودك اليوم في السوق اليوم الأول في رمضان تقدر تحكي إنه الحركة نوعا ما غير مقبولة؟ صفر صفر. كان أول يوم برمضان بالسنين الماضية، يعني قبل جائحة الكورونا، كان الوضع كثير ممتاز، يعني كان أول يوم هو المشترى، أول يوم هو الإقبال على السوق التجاري، بس اليوم ما فيه، يوم ما في بالمرة. أنت بقى متجول هون في السوق؟ لا لا لا، أنا مش متجول، ثابت. طيب كيف أثرت الجائحة عليكم كباعة في أسواق بيت لحم؟ أنا بالنسبة إلي أنا ما غادرت السوق بالمرة، لأن أجل هيك ما بعرف، بس ما يعني، بس الوضع الاقتصادي صعب على الجميع. أيام الإغلاق، في الأيام الإغلاق صفر صفر صفر، يعني صفر، ما في شغل بالمرة، لو أضلني طول اليوم هنا ما كنت أبيع بشكل، يعني وحتى في ايام الفتح بعد الاغلاق كانت الناس تقبل على الشغلات المهمه جدا فقط لا غير، يعني مش على الشغلات اللي زي لبس وهيك، شغلات ما كانت تقبل عليها، يعني 1% كانت تقبل عليها، بس اكثر شيء كان الاقبال على المواد الغذائيه. احنا اليوم بنشوف في حركه لكن فيش شراء. لا قطعيا وبتاتا شراء ما في، يعني بتقدر تدخل عند ابو الشيكل تتفرج اللي هو ببيع كل شيء بشيكل كويس، صفر عند الوضع. تقدر تدخل عند كل شيء بدينار اللي هو اي قطعه بخمسه شيكل، بتقدر تدخل تشوف صفر برضه، يعني تطلعش للشارع، هذا الشارع يعني في ناس مروحه، ناس راجعه، ناس رايحه، بس ادخل بالداخل على داخل السوق التجاري مزبوط صفر، كل صفر. شكرا لك، يعطيك العافيه، يعطيك العافيه، كل عام وانت بخير. اذا كما استمعتم مشاهدينا الكرام يتحدث هذا البائع عن الوضع اليوم في أول أيام الشهر الفضيل، يقول هناك حركة للمواطنين لكن لا يوجد بيع وشراء من قبل المواطنين. بطبيعة الحال الأوضاع الاقتصادية فرضت نفسها. يعطيك العافية عمي، كل عام وانت بخير. والله يسلمك، كل عام وانتم سالمين. كيف حالك؟ تمام الله الحمد لله. أنت اليوم بائع في السوق، كيف شايف الحركة اليوم؟ مش بزيادة، بالحياة أحسن من اليوم الأول في رمضان وما في حركة. ما فيش حركة بزيادة. لا. وبيع مشترى ما فيش زي من الأيام العادية. الأيام الماضية كيف كان الوضع في السوق؟ منيح. كان الوضع كويس، منيح. بتتوقع خلال الأيام الجاية الأمور تتحسن؟ هذا العلم عند الله. ما بعرف. في المخبى في الغيب ما بعرف فيه. شو بتعرض أنت اليوم للبيع؟ نعم. شو بتعرض للبيع؟ والله زبير، دوالي، لوز. نعنع، بقدونس، هاي ما لا بعنا ولا شرينا. كيف شايف اليوم الأول في رمضان لغاية الآن؟ ده كويس الحمد لله، مليح، مبروك الأول يوم الحمد لله، الله يعيده على أمة الإسلام بخير إن شاء الله وبالسلام، ويبعد الشرار عنها الأمة الإسلامية يا رب، ويبعد الحروب، ويطلع كل السجناء، ويشفي كل مريض يا الله، تنعادوا عليها سالمين انت واولادك وعيالك والجميع المسلمين. شكرا لك، كل عام وانت بخير عمي، كل عام وانت بخير، يعطيك العافيه. وزع مصاري؟
متواصلون وإياكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة من جولات الأسواق في مدينة بيت لحم. نرصد وإياكم حركة البيع والشراء التي كما يؤكد المواطنون ضعيفة في أول أيام الشهر الفضيل نظرا للأحوال الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون والتي فرضتها جائحة كورونا. يعطيك العافية. الله يعافيك. كل عام بخير. وانت بألف خير. انت بائع. كيف شايف الحركة في أول أيام الشهر الفضيل؟ والله شايفها رايكة. الناس امبارح كانت هايجة على الأكل واليوم رايك الوضع. ما في حركة اليوم؟ ما في حركة لا. الوضع كثير ساء بالنسبة من امبارح لليوم. يعني امبارح كانت الناس مفجوعة كأنها أول مرة بتشوف الأكل. كانوا هايجين. يعني طبيعة الحال الناس بتحب تجهز لرمضان وقبل. بتجهز لرمضان وبتحب كثير إنه يعني تهتم لهذا الشهر الفضيل. لأنه شهر خير إن شاء الله علينا وعليكم. كثير شهر حلو يعني شهر رمضان من أحلى الأشهر من السنة يعني. اقتصاديا كيف أثرت عليكم جائحة كورونا كباعة في السوق؟ كبائع يعني كبائعين في السوق كان الوضع يعني كثير سيء. فأول شهر يعني مر كان كثير سيء وقعدنا ثلاثة أشهر. أول ثلاثة أشهر سكرنا فيهن يعني ولا بني آدم اشتغل فيهن. والحمد لله يعني الأمور مشت تتساهلت. وهي بعد شو اسمه بعد الفتح وهيك ان شاء الله الناس بترجع لطبيعتها وكل شيء بتحسن وان شاء الله خير. شكرا لك يعطيك العافية. كل عام بخير. نعم اذا متابعينا الكرام كما تشاهدون في الصورة الحركة للمواطنين في اسواق بيت لحم هذا اليوم تبدو نوعا ما هناك تواجد للمواطنين في الأسواق لكن يشتكي التجار من قلة الإقبال على ما يعرضونه من منتجات. هذه الأحوال التي فرضت بسبب تداعيات جائحة كورونا والإغلاقات المتتالية. لدينا أحد المواطنين. يعطيك العافية. طيب شكرا لك.